صباح الخير من جديد. رح نتحدث الآن عن ورشة عمل يعقدها طلاب كلية التمريض بالجامعة الأردنية وبالتعاون مع الجمعية الأردنية لخدمات طب الطوارئ. هالورشة رح تحمل عنوان الإنعاش القلبي والرئوي والإسعافات أو إسعافات الاختناق. رح نتحدث أكثر عن هالورشة. أيضا رح يكون في عنا تطبيق عملي عن طبيعة الإسعافات الأولية المقدمة ومثال طبعا حي عن بعض الإسعافات الأولية المقدمة. لكن بالبداية نتحدث عن ورشة العمل. بالبداية نرحب بطالبة بكلية التمريض بالجامعة الأردنية نيفين نعمات. أهلا وسهلا فيكي. وأيضا زي ما حكينا هناك تعاون بين كلية التمريض بالجامعة الأردنية ومع الجمعية الأردنية لخدمات طب الطوارئ. منرحب برئيس الجمعية صالح الحمايدة. أهلا وسهلا فيكم. كيف حالكم؟ أهلا وسهلا، شرفتونا. نبلش معاك نيفين، قولينا إيش الهدف من عقد ورشة هالعمل؟ الهدف هو نحن طلاب التمريض سبق وداومنا في قسم الإسعاف والطوارئ في عدة مستشفيات. كنا نلاحظ أنه حالات الإسعاف والطوارئ اللي بتيجينا اللي بتكون يعني بتحتاج للإنعاش القلبي والرئوي ما نعمل لها في الوقت المحدد. الإسعافات لازمة ما نعملت في الوقت المحدد، فهذا الشيء بيؤدي لسوء يعني إساءة الحالة أكثر وأكثر. هلأ داومنا في كورس Community Health Nursing اللي هو تمريض صحة المجتمع. حبينا أنه نفعل دور تمريض صحة المجتمع بأنه ننشر فكرة الإسعافات الأولية، ننشر فكرة إسعافات القلب والرئوي. ففكرنا بفكرة أنه نعمل ورشة عمل نتعاون مع الجمعية الأردنية لخدمات طب الطوارئ. طبعا التعاون معهم كان كثير سهل ومبسط، لحتى ندعو الأمهات في منطقة أبو نصير، لأنه إحنا أصلاً مداومين في مدارس في أبو نصير، هناك في مدرسة جويرية أم المؤمنين. ففكرنا أنه نعمل ورشة العمل هناك لحتى نعلم الأمهات أنه كيف تعمل إنعاش قلبي ورئوي، كيف تعمل إسعافات اختناق فيما لو احتاجت فيها في البيت في الشارع في أي مكان. نعم. إحنا معرضين نحتاج لها طبعا المتجربة. أكيد هاي أول ورشة عمل تعقدوها؟ لا هاي الثالثة. هاي الثالثة بس مع الجمعية هاي الأولى. أوكي طيب، إذن زي ما حكينا يعني التعاون بينكم وبين الجمعية، شو طبيعة التعاون اللي صار بينكم أستاذ صالح بين الجمعية وبين كلية التمريض بالجامعة الأردنية؟ بصراحة الجمعية الأردنية لخدمات طب الطوارئ هي جمعية خيرية. نعم. طبية بنفس الوقت، جمعية مجال عملها واسع جدا بمجال تطوير الكفاءات الطبية الأردنية، بمجال الإسعافات الأولية. نعم. والمتقدمة. تقديم الاعتمادات الدولية مثل الاعتماد الأسترالي بمجال طب الطوارئ، اعتماد كلية جنوب شرق آسيا بمجال طب الطوارئ، احنا منسقين له بالأردن حاليا. تعتبر شغلة بسيطة يعني بخصوص التنسيق مع الجهات زي كليات التمريض بالجامعات الأردنية سواء الحكومية والخاصة، هاي تعتبر أولى أولوياتنا بتطويرها بالتنسيق معها، مساعدتهم، تقديم العون المساعدة لهم بتوصيل مجال طب الطوارئ أو الإسعافات الأولية لكل شرائح المجتمع. لأنه احنا بالأردن يعني تقريبا خلينا نحكي كثير من الأمثلة من الإصابات اللي صارت عندنا بالأردن أدت إلى الوفاة بسبب سوء التعامل معها من ناحية الإسعافات الأولية، أو خلينا نحكي جهل أو قلة دراية طبعا لحين وصول المساعدة اللي هي الدفاع المدني. لكن إحنا بدنا نوصل لفكرة أنه إحنا لا سمح الله بتصير إصابة نقدر نتعامل معها، أوكي بنطلب المساعدة، نتصل على 911، لكن بنفس الوقت ما بنقعد مكتوفي الأيدي، لازم نشتغل مع الإصابة، لازم نعطيها الإسعافات الأولية، لازم خصوصا أنه بعض الإصابات يعني الوقت الحرج يلعب. نعم. دور الوقت جدا مهم بالضبط جدا بإنقاذ حياة الإنسان. طيب هلا بنقول دائما انه لازم احنا نوعي ونثقف المجتمع بموضوع. نعم. الإسعافات الأولية وكيفية إجراء الإسعافات الأولية، حتى يمكن الأبناء الأطفال اللي بيكونوا موجودين بالمنزل يعرفوا لا سمح الله إذا صار إشي لوالدهم لوالدتهم يعرفوا كيف يتعاملوا بموضوع الإسعافات الأولية. نعم. لأنه زي ما حكيت نقطة كتير مهمة، أحيانا الوقت بيكون عامل مهم بالزبط. جدا بإنقاذ. نعم. حياة الإنسان. فإيش النشاطات اللي بتعملوها لحتى تثقفوا المجتمع بوجه عام؟ احنا حاليا ان شاء الله بالايام القادمه راح نعمل ورشات عمل تثقيفيه بجميع كليات التمريض سواء الجامعات او الخاصه بالاردن. راح نعمل ورشات عمل، راح نعمل مؤتمرات بمجال طب الطوارئ. جميع التخصصات الطبيه يعني اول ما تدخل الاصابه لاي مستشفى لازم بتمر بالطوارئ، او في خلينا نحكي بري هوسبيتال، لازم تمر بمرحله علاج ما قبل الوصول الى المستشفى. هاي هي المدخل الاساسي لاي اصابه بتصير. وبلا مؤاخذه يعني بصراحه
يعني الإنسان أغلى ما نملك يعني طبعا. هاي مقولة لجلالة الملك الراحل، يعني إذا ما كان عندنا اهتمام بدعم صحة الإنسان وكيفية التعامل مع الإصابة باحترافية عالية، يعني أنا بعتبرها بصراحة هي أولى الأولويات. طبعا بس أنا هون سؤالي إنه بالنشاطات اللي بتقوموا فيها، يعني مثلا تستهدفوا المدارس، تستهدفوا الجامعات، طلاب الجامعات الأمهات زي ما هلا بكم تستهدفوا منطقة أبو نصير، مدارس، جامعات، مؤسسات مجتمع مدني، مؤسسات مجتمع خاص، محلي، شركات، يعني كافة شرائح المجتمع، ويعني حتى على مستوى المؤتمرات اللي راح نعملها راح تكون على مستوى إقليمي أو دولي. نعم. طيب إحنا في عنا اليوم شابين طبعا من الجمعية، اليوم راح يقدموا لنا هيك تطبيق عملي بسيط بموضوع الإنعاش القلبي. إنعاش القلب الرئوي، كيفية التعامل مع الإصابة، يعني هاي جزء بسيط من الأمور اللي بالأنشطة اللي إحنا بنقدمها، بس هي شغلة بسيطة نوصلها للمشاهدين. نعم. طيب يعني إذن معنا أمين علاونة ومعنا جهاد سعيد، أهلا وسهلا فيكم، تفضلوا وجونا إيشكم تعملوا. بداية نقول أنه أسعف ميتا ولا تجعل أحدا يموت بلا إسعاف. الأمر الثاني أنه تدرب من أجل إنقاذ حياة. هذا السيناريو اللي نقدمه حاليا هو من أشهر السيناريوهات ومن أكثر السيناريوهات اللي متعرض لها، اللي هو بيحكي عن إنقاذ حياة شخص تعرض لتوقف في القلب أو كما يسمى بالكاردياك أرست. رح نبلش بداية في أي حالة بتعرض لها أنت لازم تأمن سلامة المكان اللي أنت بتشتغل فيه، لأنه أنت بتحتاج أنك تنقذ شخص وليس أنه بعديها تحتاج شخص ينقذك، فعشان هيك لازم تأمن سلامة المكان. الأمر الثاني تستعمل البادي سبستانس ايزوليشن اللي هي البي اس اي أو معدات الوقاية الشخصية زي الجلفزات، الماسك، الأبر هول أو غيرها. بداية لما توصل للمريض، بغض النظر توصل للمريض تلقى أنه المريض unconscious، لأنه إحنا نحكي عن حالة cardiac arrest أو توقف في القلب، فكردة فعل طبيعية أنت بدأ تصدر من إنسان أنه بتساوي tapping on shoulder، بتنادي عليه أو بتضرب على أكتافه وبتنادي عليه عشان تتأكد أنه هل المريض مستيقظ أو لا. إذا كان المريض غير مستيقظ أثناء عملية التفقد مدى الوعي تبع المريض، تلقي نظرة بسيطة على صدر المريض، إذا كان صدر المريض يتحرك أو لا يتحرك. فإذا كان صدر المريض لا يتحرك بسرعة اطلب المساعدة، وزميلي هسه راح يتفضل، بنطلب المساعدة، بيحكي مع الدفاع المدني وبيحضر معه جهاز الصدمة الكهربائية. بعديها أنا مباشرة أثناء قيامه بتفعيل الدفاع المدني أو الحديث مع الدفاع المدني بيساوي checking للبلس، بتفقد إذا المريض عنده نبض أو لا. إذا المريض لا يوجد عنده نبض، مباشرة بحط يدي في منتصف الصدر وأبدأ بالضغط على صدر المريض 30 ضغطة. طبعا الشروط انه تكون ايديك مستقيمه، لا تكون بالضغط باليدين وايديك متنيات، وانما تكون على صدر المريض بشكل مستقيم، تكون بالضغط على الاكتاف بعمق يعني لا يتجاوز 5 سنتي او 2.5 انش، 30 ضغطه، 1 2 3 4 5 حتى 30 بصوت مرتفع. عندما توصل لل 30 يقوم زميلك باعطاء ما يسمى بالتنفس الاصطناعي، نقوم باستعمال طريقه لفتح المجرى التنفسي، وهي يعني احد اهم اولويات الإسعاف. والطريقة تسمى head tilt chin lift. الطريقة تتم بوضع إصبعين في ذقن على ذقن المريض وإصبعين أو اليد الأخرى على جبين المريض، ثم الضغط على الجبين وعلى ذقن المريض فتفتح القناة الهوائية. يأتي الزميل ويضع، يتم إعطاء تنفس نفسين في كل دورة 1 2، يتم بالإضافة إلى ذلك يتم إعطاء المسعف الأول بوش هارد بوش فاست، يعني بشكل أعمق بشكل أسرع، بوش هارد بوش فاست. بيتم شغال المسعف الأول لمدة 30 لمدة 30 كومبريشن، أو خلينا نحكي لمدة 30 ضغطة. بعد ذلك بيتم إعطاء نفسين اصطناعيين آخرين. Not to tilt head, tilt head and chin lift. 1 2. نشرب كومبريشن. يتم شبك جهاز الاي اي دي 12 ما يعرف بجهاز الصدمة الكهربائية، 12 20 20، عبارة عن تو ليد 12 30. الليد الاول تعلق على الجهة العليا للصدر، الجهة العليا، والاخر على الجهة السفلى. الجهاز يقوم بإعطاء تشوك لوحده، يتم خلال التشوك هاي يتم الطلب من المسعف الأول القيام بعملية الكومبريشن، يعني استمر بإعطاء كومبريشن.
خلال ذلك الجهاز هذا هو يقوم بعملية تشوك كاملة لوحده، حيث أنه جهاز إلكتروني، في حال توقف القلب يقوم بإعطاء تشوك. كلير، كلير هي عبارة عن الطلب من المسعف أو الطلب من الطاقم الموجود حوالين المريض الابتعاد عنه، بحيث أنه ما حدا يكون حواليه، لأنه هي عبارة عن تشوك ممكن تصيب أي شخص موجود خلال الطاقم. هي عبارة عن صدمة كهربائية تنتقل للمريض لإعادة تنظيم الإشارات الكهربائية الموجودة في القلب عن طريق هي تسمى باي فيز أو تو فيز. باي فيز اللي هي تنتقل الصدمة الكهربائية من الأولى والثانية ومن الثانية الأولى ذهابا وعودة أو بالعكس. المونو فيز تكون باتجاه واحد، ونبقى على هذا المنوال حتى 5 سايكل اللي هي 5 دورات 30 ضغطة بتنفسين اصطناعيين. تستغرق هاي العملية 5 سايكل 2 minutes. في كل 2 مينت يقوم الجهاز بالطلب انه بده يساوي اناليسز تحليل لتقطيط القلب. طبعا يوجد عندنا العديد من تقطيطات القلب، منها ما يسمى بشوكابل ريثم ومنها ما يسمى بالنان شوكابل ريثم. الشوكابل ريثم اللي هي الاريثمياز او الريثم اللي بتحتاج الى صدمه كهربائيه، والنان شوكابل هي التي لا تحتاج الى صدمه كهربائيه. فاذا كان الريثم يحتاج الى صدمه كهربائيه، الجهاز يصدر الصوت اوتوماتيكيا ويقول لك انه شوك ادفايزد، او يعني ينصح باعطاء المريض صدمه كهربائيه. ينصح بإعطاء المريض صدمة كهربائية. تقوم بالطلب من الجميع بعدم لمس المريض خلال القول كلير. يبتعد الجميع عن المريض. إذا تأكدت أن الجميع مبتعد عن المريض وأنا لا أحد يلمس المريض، اضغط شارجينج يشحن في الكمية الكهربائية يشحن الكمية الكهربائية الكافية، فيما يقوم بالضغط على زر شوك. هذا كل شيء، إن شاء الله تكونوا يعني استفدتوا من ما قدمناه. يعني هذه أساسيات لازم الكل يتعلمها. مشكورين حسن متابعتكم. أكيد أنا بتشكركم كمان أمين وجهاد، شكرا لكم ويعطيكم العافية. وأكيد المعلومات اللي قدمتنا إياها إن شاء الله هيك نكون فدنا كل اللي عم بيتابعونا بهذا الموضوع، لأنه بنعرف قديش مهم جدا، خصوصا موضوع الإنعاش القلبي وغيره من الإسعافات الأولية. لكن هيك أعطينا إحنا مثال مبسط على طبيعة التطبيقات العملية بمجال الإسعافات الأولية. طيب نرجع لك نيفين، يعني كيف يعني هاي أيضا أنتوا عم تقولوا إنه عم تستهدفوا الأمهات، وهي ثالث ورشة عمل بتقوموا فيها، لكن هل أيضا بتستهدفوا طلاب الجامعة نفسهم؟ نعرف أنه أحياناً بتصير كتير يعني حوادث أو غيره يعني لطلاب الجامعات، فأيضاً بتشتغلوا على تثقيف طلاب الجامعة؟ في البداية أنا بلشت الفكرة مع طلاب المدارس الأول ثانوي والتوجيهي، لأنه زي ما حكيتي قبل شوي أنه الأب والأم حتى معارضين بالبيت يصير لهم هذا الشيء. بالورشة الثالثة أنا استهدفت الأمهات، فبصراحة بنفكر لقدام لطلاب الجامعات. يعني طلاب التمريض أوريدي هم أخذوا هاي الكورسز وبيعرفوها، بس طلاب الجامعات للتخصصات الثانية بصراحة بنفكر فيها لقدام إن شاء الله. هذا مهم جدا أنه نبلش من الجامعة وزي ما حكيتي المدارس والأمهات وغيره. طيب هلا أستاذ صالح، أنا زي ما حكيت أنا وياك تحت الهواء، حبيت أسألك على موضوع لاعب نادي الفيصلي اللي توفى مبارح الله يرحمه، قصي الخواتم. هلا عرفنا أنه هو يعني زي ما عرفنا سبب الحادثة أنه هو قام ببلع لسانه، وسمعنا أكثر من يعني وجهات نظر متباينة ومختلفة، لكن ما في إشي أكد أنه طبيعة الإسعافات الأولية اللي تم تقديمها لهذا اللاعب ما كانت كافية. لو كان في إسعافات أولية كافية كان ممكن إنقاذ حياته، لكن ما في إشي بثبت هذا الموضوع، يعني ما طلع في أي تصريح رسمي بهذا المجال. فأحكينا كيف مثلا لا سمح الله بها بحدوث مثل هاي الحادثة، يعني شخص بلع لسانه وشو صار معاه يعني بالتحديد لحتى وصل لهاي المرحلة؟ بصراحة أنا قرأت الخبر مبارح، يعني كاتبين أنه بلع لسانه. مرحلة أو خلينا نحكي حادثة بلع اللسان بتحدث بعد ما يكون جسم المصاب انستيبل، يعني فاقد الوعي تماما. نعم. للأسف أنه يكون مؤخرة الرأس على الأرض بتكون بشكل عمودي. طريقة العلاج المناسب لهذه الشغل أنه لازم مثلا أنه توجيه رأس المصاب لليمين أو الشمال، بحيث أنه ما يبلع لسانه، لأنه اللسان عبارة عن عضلة، والعضلة لما بترتخي ريلاكسينج ترجع للخلف. الشغل المهم اللي كنا مركز عليها عملناها ورشة عمل السنة الماضية من خلال مبادرة المسعفين الأردنيين بحدائق الحسين، عملنا عندهم دورة لإصابات الملاعب والإسعافات اللي تنتج من خلالها. فكنا بنركز على شغلة أنه أعضاء الفريق نفسه، الفريق الرياضي، الداعمين له، الأشخاص المتواجدين دائما معه، لازم يكون برضو عندهم لمحة كبيرة عن موضوع الإسعافات. نعم. بالذات الإسعافات الخاصة بالإصابات الرياضية. نعم. وما زلنا طبعا بنركز على نفس الموضوع، بنعقد ورشات عمل. الدورات اللي بنعقدها هي دورات كبيرة وذات اعتمادات دولية، انترناشونال، بالميدل إيست وغلف، اكزاكتلي.
فان شاء الله يعني راح ايدينا بتكون مفتوحه للجميع بتطوير وتنميه مفهوم طب الطوارئ بالاردن من خلال الجمعيه الاردنيه لخدمات طب الطوارئ. احنا بنستقبل اي مقترح اي طلب مساعده تعاون جاهزين باذن الله. اكيد انا بالنهايه بدي اتشكركم بدي اتمنى لكم كل التوفيق بورشه العمل اللي راح تقوموا فيها، وان شاء الله دائما هيك تقوموا بعمل ورشات عمل لتثقيف كل فئات المجتمع من الصغير للكبير بموضوع الاسعافات الاوليه لانها مهمه جدا. بالنهايه بدي اتشكرك طالبه كليه التمريض بالجامعه الاردنيه نيفين نعيمات، شكرا لك، وايضا رئيس الجمعيه الاردنيه لخدمات طب الطوارئ صالح الحمايدي، شكرا لكم وأهلا وسهلا.